والله المبادرة هذه استنيناها برشا وما نجمو كان نباركوها ونشجعوا عليها، على خاطر تعرف اللي الأمة التونسية من اللي تحبل اللي من اللي تقرر تجيب صغار، اللي متحبل اللي تجيب صغار تعبة برشا، تعبة برشا الأمة التونسية. هذايا نحكيو على مرأة معناتها تكون حبالتها سافا، فما بالك إن تكون مرأة عندها تعقيدات في الحبالة متاعها. قانون مشروع قانون كيما هكا ما نجمو كان نباركوه ونشجعوه. باهي نحكي لك على تجربتي الشخصية مهدي. بو انا تجربتي الاولى كانت مريرة، معناتها صارت شوية تعقيدات في الفترة الاخرانية متاع الحمل، معناتها استوجبت اني يلزم يكون ما نتحركش برشا. معناها تعرف انه خدمتنا احنا هي مهنة المتاعب. مش معناتها مهنة المتاعب؟ معناتها يلزمك تتحرك، يلزمك كان لازم تجري تدز الميكرو معاك في كل بقعة، معناتها يلزمك ديما معناتها تكون رياضية كما يقولوا، وتكون انت معناتها انسانت وعندك شوية مشاكل تولي الحكاية صعيبة برشا. معناها نتعديو لفترة الولادة والنفاس، معناتها باش تخلي صغيرك عمره شهري وانتي مازلت حتى نفسيا وجسديا مازلت معناتها ما بريتش، معناتها باش ترجع تخدم صعيبه برشا الحق. شهرين من اول معناتها من نهار الولاده يبداو يحسبوا لك شهرين. مراه تجيب صغير بعد شهرين ولاده بعمليه قيصريه، معناتها ريت هي يقولوا 40 يوم باش تبرى شويه، معناتها تخلي لها نعشينا 10 ايام 20 يوم، معناتها باش من معناتها يلزمها تقعد أكثر المرأة باش ترجع نفسيا وجسديا ترجع أنها قادرة أنها تخدم وممتون زادة تتلهي بصغيرها. المرأة يلزمها تقعد فترة ما تقلش على أنا من ناحيتي أنا الخاصة ما تقلش على 4 5 شهور مع ولدها باش تنجم هي تتهيأ نفسيا وجسديا أنها ترجع لخدمتها، تخدم خدمتها كوم يلفو، ومام طون معناتها تنجم تراعي ولدها وتنجم معناتها تبدا حتى ضميرها مرتاح انها كي تخرج وتخلي ولدها صغير في الدار وحده معناها ولا معاها ما نعرفش انا مربيه مهما كانت، معناتها حتى ولو كانت من الفامي ماهيش باش تعوض دور الام في رعايه ولدها. أكيد وجود الأب هو حاجة ضرورية جدا، معناتها بشي نهار شنو يعمل فيه النهار، ما نعرفش أنا يتلهي بأوراق الكلينيك يخرج ولده من الكلينيك ولا من المستشفى شنو يعمل، فرق الزرير على صحابه شنو يعمل، معناها نهار ما عنده ما يعمل. دي حتى معناتها باش تقولوا احنا في القانون الجديد مبادرة متاع 10 أيام، أنا حتى 10 أيام نراها ما تكفيش. 10 أيام سورتو كي تلقاهم كوبل وحدهم يعيشوا وحدهم بعيد على العائله، معناتها وجود الاب في الدار حاجه اساسيه باش يعاون مرته باش تلهي بصغيره. المهمه صعبه شويه ما نجمش نتصور منا للعام الجاي كان الاجيال الاجيال الجايه هي يمكن تتمتع بالقانون هذايا، اما انا ما جو سوي بور على الاخر معناتها.